بابل وبالتحديد منطقة الحقانية، هاي المنطقة الزراعية. أول لقاء راح يكون مع الأخ علي الخفاجي. طبعا علي الخفاجي صديقي بالفيسبوك، متواصلين دائما أنا وياه. إنسان طموح يتعب على عمله، يتعب بموضوعة الزراعة. راح نتعرف عليه أكثر وأكثر. شلونك علي؟ الله يخليك استاذ، صحتك ان شاء الله بخير. رحم الله والديك. امورك؟ اكون ممنون منك. انت علي الخفاجي؟ اي علي أبو الخفاجي حسين. بالفيس همين علي الخفاجي. موجود ابو حسين. اي رحم الله والديك. صحتك شلونها؟ الله يحفظك. امورك وضعيتك؟ والله بخير. الله يخليك. علي، قبل ما نوصل لمرحله انه اسالك ما شاء الله هذا التطور الكبير بالزراعه، اريد اسالك سؤال واحد. ايش قد عمرك وبديت تعمل بالزراعه؟ والله من احنا اطفال احنا في الاليه، يعني من وعينا على الدنيا احنا اجدادنا ابائنا هم مزارعين يعني. وانت استمرت عليها؟ اي واستمرينا يعني. هو هذا النباتات اللي عندنا من يعني. احنا ما عندنا اي مشروع ثاني غير الزرع. اكو ناس من قرايبك شباب مثلك انه عافوا الزراعه اتجهوا على غير اعمال مو؟ اي طبعا. اي يعني يجيب يقول لك انا اجيب وارد يومي زين، افضل ما اظل انا اتني الانتاج وكذا. نعم. شهر زين. يعني اكو ناس مثلا تريد تعيين، ناس تشتغل عماله، ناس تشتغل اي 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 افضل الخبزه اللي تصير يوميه افضل ما تنتظر، لان يعني تدري لا دعم بالزراعه. صح. زين زين شنو اللي خلاك انت تستمر بالزراعه؟ والله غير هو المشروع اشوفه جاي ينجح يعني. انت حاب هالموضوع؟ اي حاب هذا الموضوع. واحنا من قلت لك من وعينا احنا على الدنيا احنا مزارعين. نعم. زين يعني العائله كلها تشتغل بالزراعه؟ يعني يساعدوك منو؟ اي طبعا العائله. واطلع مرات عندي من يصير عندي انتاج غزير اطلع عمال، يعني مو بس انا. ما الزرع هذا من يصير انتاجه، خاصه هاي الزراعه الحديثه، انتاجها غزير وسريعه الانتاج. ممتاز. بالبدايه قبل ما ندخل نعرف مشروعك وعملك اللي قاعد تشتغله، بالبدايه عرفنا عن منطقه الحقانيه. لمن تابعه؟ منطقه الحقانيه تابعه لناحيه الكفل. يعني مو للحله؟ لا هو الكفل من البابل. اي اي بس مو قصدي المركز للحل. مو للمركز، لا احنا ناحيه يسمونها الكفل تابعه لمحافظه بابل. تابعه لمحافظه بابل. ايش تشتهر شنو الزراعه بالحقانيه؟ والله هو نزرع حنطه وشعير، ونزرع هاي هسه الموجودين بيها زراعه هاي علاف للحيوانات. نعم. وعندنا هاي الزراعه اللي هسه موجوده الحديثه زراعه الخضروات. يعني متنوعه؟ اي متنوعه. ما متخصصه بشيء معين؟ لا ما متخصصه. وعندنا تجارب طبعا. اول سنه هي تدخل بالعراق، عندنا نبات الشوفان زين. أي. هذا بمساعده طلاب بقسم الارشاد، طلاب دكتوراه مال زراعه. اي هم يسوون تجارب وبحث، فهذا اول سنه هو يدخل للعراق نبات الشوفان طبعا. اللي يدخل يستخدمه بالرجيم والداتا. اي هو طبعا نبات حتى سعره غالي، يعني الكيلو مالته يطلع ب 15000 الامريكي، والمستورد يطلع الكيلو مالته ب 15000. نعم. زين هو من ضمن الزراعه الاستراتيجيه. جيد علي. الناجحه يعني مو هيك. جيد علي. علي اريد اعرف مشروعك، شو كنت بديت بيه؟ باي سنه؟ شلون بديت؟ من الفكره منين اجتك؟ ولحد الان ما شاء الله بديت بهاي الامور الصغيره لحد ما نشاهد هاي البيوت البلاستيكيه اللي خلفك. اي اللي وصلت الى مرحله ما شاء الله جيده جدا ان شاء الله. شلون بدت الفكره يا قبل ايش قد؟ والله احنا قلت لك من وعينا احنا مزارعين، بس الزراعه هسه الحديثه هاي الحديثه قبل 7 سنوات. زين قبل 7 سنوات كان اكو مقطع باليوتيوب، موقع اليوتيوب هو يعني يختص مقطع فلاح عراقي وهم يعني يزرع وشلون يزرع وشنو الزراعه الحديثه، ويزرع باذنجان وخيار. فشفت المقطع عجبني، اشتغلت علي بمشروع يعني جدا بسيط. كان البيوت من هاي الانفاق هاي اللي يكون قصير شيش مال بناء ونقطع نصفين مو ونقوسه بالقاع ونزرع جوه ونجيب نايلون من هذا. كم بيت بلاستيك صغير كان؟ والله كان 8 بيوت بس 8 يعني الصغار. اي تقريبا كلفني 700000 هيك. صار المشروع كلفني والله اكثر من 45 مليون. نبدي شلون بديت؟ هو بديت بهاي الانفاق، زراعه الانفاق، وزرعنا باذنجان اول سنه. حلو. زين وهذا الباذنجان كان هجين من شركه اسبانيه طبعا، بذوره مستورده. نعم. زين والبذور مالته غاليه حيل، طبعا حيل غاليه، تقريبا 8 غرام هسه موجوده بالسوق 8 غرام تطلع ب 100 دولار. 8 غرام 100 دولار؟ 8 غرام.
يعني تقريبا يطلع الكيلو مالت البذور مالتها، بس هم يقطعونه يسوونه صحيح مغلفات صحيح. صغار الكيلو مالته يطلع تقريبا شكل لك 40,000 دولار هيك بهالسعر هذا، يعني رقم كبير يعني جدا، يعني رقم جدا كبير. مو هيك يعني بديت قبل 7 سنوات بالبيوت البلاستيكيه الصغار نقدر نقول عليها ام الانفاق. اي بالله نجحت. اي نجحت. اي شفت الانتاج مالتها وبذور حجينه، شفت الانتاج، انتاج غزير عكس الزراعه القديمه، ويعطيك انتاج وين بشهر الواحد، الدنيا ثلج وهو جاي يعطيك انتاج جوا النايلون زين. لان هو معلمينه نبات هجين، معلمينه على اجواء البارده يعطيك انتاج بالبرد. نعم زين. والسعر مالته يجي غالب هيك اوقات الجو بارد. صحيح زين. فاستفاديت من عنده. من استفاديت بلشت عاد الدور، سويت 40 بيت ورجعت ورا ال 40 بيت، تطورت البيت العالي شوي اعلى من عنده. الان قبل سنتين ثلاثه اتجهت لهاي البيوت هسه البلاستيكيه، هاي اللي يصير عرض البيت تقريبا 9 امتار وطول 50 متر زين، ونظامها البيت الواحد ايش قد يكلفك؟ البيت يكلف 4 ملايين نايلون وحديد. نايلون وحديد اللي يستهلكن بالموسم، خلال الموسم يستهلك تقريبا مليون ونص بالموسم. بس كبيت اول بدايه يكلفك 4 ملايين، بس اللي تستهلكن بالموسم البيت الواحد يكلف تقريبا مليون ونص الى مليونين، مليون يعني بهالحدود هاي النبات. نعم. الواحد حسب ما مهندسين قعدنا وشركات اختصت به وحسبوا النبات الواحد ايش قد يستهلك خلال الموسم، يستهلك 1500 دينار النبات. ايه الواحد، البذره الوحده تستهلك 1500 زين. من يجيك الموسم تعطيك 3000، تعطيك 2500، تعطيك 4000، هاي البذره الوحده مع رزق رب العالمين هو يعطيك انتاج. نعم زين. البذره شلون تكلف 1500؟ هي البذره اساسا ال 500 بذره تطلع 120,000 دينار، واكو ب 100 واكو ب 80 يعني، بس كافضل نوعيه 120,000 دينار، يعني تطلع لك البذره تقريبا بربع دينار. بربع دينار وطير لها ربع دينار تنقيط، ما تنقيط كل موسم لازم تبدل. اي مواد عضويه هم ربع دينار، مواد كيميائيه هم ربع دينار، الكادر مالتها هم تريد صرف مواد تستمر وياها، يعني تقريبا توصل 1500 للبذره الوحده. هذا البيت البلاستيكي يشيل 2000 بذره. 2000 بذره. اي 2000 الف وحسب. انتاجيته زينه؟ ها؟ انتاجيته زينه؟ انتاجيته وفيره جدا، انتاجيته انتاج غزير. الحمد لله. هسه هذني ايش قد تقريبا؟ سبعة. ايش مزروع بيهن؟ هسه مزروع بيهن خيار. شبه انتهى الخيار. اي انتهى هسه هاي العروه يسمونها العروه الخريفيه انتهت، وراح تجينا العروه الربيعيه، العروه. نعم. الخريفيه. اي كمل. هسه الموجوده عنده هاي تعطيك، يعني هسه ذن السبع بيات تعطيك بين يوم ويوم تقريبا طن فوق الطن، بين يوم ويوم هاي انتاجها بوقت النبات بمراحل. هاي السبعه اللي هو البيت الواحد؟ لا كلهن. كل سبع بيوت يعني يعطيك بين يوم ويوم طن ونص. نعم. طن وربع زين. بالعروه الربيعيه تعرف بعد يجيك الصيف يصير انتاجها اكثر. نعم. البيوت البلاستيكيه الانفاق انا اسميها الانفاق، هذيك انفاق وهاي لا يسميها. هاي خيار، هاي ايش مزروع؟ هاي بيت انجان ونزرع من عندها باميه مرات، ويعني هواي عندنا تجارب. اي حتى الفراوله زرعناها. نعم. زرعنا باذنجان ابيض، يعني هاي كل ما موجودات هنا زرعنا. لا. يعني حتى اكو نباتات نادره يعني بحيث الرقي الوان باذنجان الوان. حلو. يعني حلو. هاي كلها يعني باذنجان الوان اكو هسه؟ لا والله ما باخ على الطبيعة. اي بس الموسم الجزء كان عنده منشورات. نعم. على الفيس وناس. علي اريد اسالك سؤال اليوم، شنو نصيحتك للفلاحين اللي بعدهم يستخدمون طرق الري القديمه والزراعه القديمه بعدهم على ما قبل. بيها فائده انصحهم. ما جربت هاي هسه احنا هاي البيوت البلاستيكيه الدونم خلينا نقول ينطيك فد 200 كيلو، يعني اذا الدونم ينطيك 200 كيلو بالجنيه الوحده، هذا لا ينطيك 400-500 بالجنيه الوحده، وذاك بالجنيه مالته يعني اقل شيء فد 5 ايام، هذا بالجنيه مالته بين يوم ويوم كل 3 ايام، لان هو عباره عن نبات صناعي، يعني عباره عن كيمياء وجاي يصنع لك وتنطيك، لان الاجواء مالته حاره والمواد العضويه همين تساعده، والمواد بمكان ما تنطيها تسيح بالغمر تروح بالقاع، لا تنطيها بالتنقيط زين، تصير اقتصادية. حتى المي انت اقل تستخدم. اي المي اقل. اي هسه اكو ناس ما بدون مي. نعم. يعني دناكر ويجيبون ويزرعون جيد. زين علي سؤال، يعني اليوم انت كمزارع حققت نجاحات، كل هذا مشروعك بدون ما تاخذ دينار واحد من الدولة؟ حباية كيماوي مال يوريا ما حصل امانة الله.
يعني أبد. ابسط الامور يعني هاي الصوندة البلاستيكية هي بلاش يعني مو غالية يعني كلها ب 40 الف ب 30 الف الالف متر زين ما يوفرون اياها زين. هسه انا عندي والله اصدقاء خارج العراق يعني يسولفون على الفلاحة مالتهم يعني هذا عنده صديق بتركيا يقول احنا هسه تم الحنطة عندكم ب 700 الف احنا يصرفونا لو بربع مليون هو يصرفونا. قلت له ليش؟ يقول احنا كلها توفر لك يا الدولة يعني المي البذور الأسمدة النظام الحديث وهاي النظام السقاية الرش زين هاي كلها توفرها الدولة يعني يجيك انتاج صافي. انت قبل ما نبدأ تصوير قلت له حكاية كلش حلو قلت هاي تنجح وبيها افكار وهاي اذا عندي فلوس. اي طبعا صح لو غلط. أي والله. ليش ما قدمت قرض زراعي من المصرف الزراعي من اي جهة؟ والله ما اعرف ليش يعني هم ما جاي يعني ما جاي تجيهم يريدون من عندك سند وخطة. لازم عندك خطة زراعية زين. السند هسه احنا ناس فلاليح يعني لازم يجيك الملاك يطوب لك الملاك اذا يجيك يطوب لك يقسم القاع وياك بالنص ياخذ قسم اله وقسم يعطيك اياها والقسم اللي اله هو يعني يسوونه بعد يلغي زراعة اصلا يعني امره يسوي غير مشاريع يسوونه قطع يسوونه بنزينخانه يسوونه لازم مجمعات سكنيه. باب الهواي خسرت اراضي بسبب هاي المشاريع. اي والله إيه. هسه احنا هسه اذا نريد نطوب يعني تروح نصقعنا زين تروح للملاليك ياخذها اله وتدري بعد هم يستخدمونها يطلعوا لها طريق ويرتبونها. علي مشروعك الناجح يعني اكو مسؤولين زاروك من زراعة بابل ومن وزارة الزراعة من الإرشاد من قسم الإرشاد فقط يزورك شنو يعني يدعموك لو يدعموك لا والله تشجيع معنوي زين يدعمك بأفكاره هاي هيك الزراعة وهيك لازم تزرع زين بس كدعم وأمور دعم ما عندهم يعني أنا أبسط مثال عندهم بس تجربة نبات الشوفان اللي هو طالب دكتوراه بقسم الإرشاد مال بابل هو خاص بي يعني هو تجربة إله دراسات لهم حلو يعني انت تساعدهم مو ما يساعدون والله العظيم اي والله يعني انت قاعد تدعم الوزاره. اي والله احنا والله نشجعهم والله نشجعهم احنا على الزراعه زين احنا لو عندنا امكانيه ماكو يا علي دا يدعم ترى مو ما يدعم والله عم عاشت ايدك والله الله زين علي تسويقها هاي منتجاتك قاعد تنتج بغزاره والحمد لله والشكر تسويقها هو علو احنا نبيع جمل ما نبيع يعني معياش لا قبل للعلوة مال المخضر اكو يعني بالتسويق تحس اكو خلل لو زين لا يعني مثلا لا مرات المستورد ياثر مرات المستورد يجينا يسقط السوق ابد ينهي زين يعني اذا الخيار مثلا اليوم 600 دينار بالعلوة تدري احنا بعد جملة يعني عدنا انا يحسبون صحيح 600 دينار صح. يعني اذا اليوم نزل المستورد اليوم انت ونزلت يعني خلال ساعة ساعتين هو يصير ب 500 300 لازم ينزل يأثر علينا يأثر علينا زين. واحنا مثلا لو اكو دعم للزراعة ما نحتاج المستورد لو أوكي. اكو دعم للزراعة لان هو هسه هذا الزرع اللي جاي نزرعه هذا انتاجه وفير يعني ذن سبع بيوت يذبلهن بين يوم ويوم طن لان هو سريع وانتاجه وفير زين. كيف اذا يصير فد 70 بيت فد 80 بيت ما شاء الله زين يغذى محافظه بابل زين بس ما اعرف كدعم امور دعم قلت لك ماكو لازم تسوي سند ناشدتوا احد احنا ناشدنا يقولون لازم تسوي سند فهمتك نرجع على موضوع ياخذ النسخه اذا يريد يسوي لك الملاك يا اما ياخذ من قاعك يا اما مثلا طوب انت بين تعقيبها وشغلها هاي تاكل الدونه من 3 ملايين زين 3 ملايين انا عندي 25 دونم احنا بين قاع الحجه 25 دونم يعني على 3 ملايين هاي 75 مليون 75 مليون لو عندي 75 مليون ايه؟ اصلا ما اشتغل فلاح زين هم تفتح مشروع وتزود ايه الثانيه وهاي سياره وهاي مواسم اي والله ما احتاج الزرع ايه؟ اصلا زين هسه احنا ابسط الامور يعني هذا هاي البيوت البلاستيكيه هاي لها ماكينه خاصه تحرثها مو هاي الماكينه الكبيره لازم تدخل بهذا اي تصير صغيره زين هاي فد معضله هاي لازم تكرها بالكرك يا اما تروح ما عندنا ببغداد تروح تستاجر لك وحده وكذا مبلغ وجيبتها ورجعتك تكاليف زين يعني زين الدائره دائره الزراعه عندهم هيك مكان والله شهدتهم وقلت لهم عاد حتى لو اجار
حتى لو بفلوس يعني ما نقدر نشتريها لان هي تدري غاليه. ايش قد سعرها؟ يعني من الأربعين ورقه توصل حتى للشده. سعر سياره؟ اي سعر سياره هو سوى. هو المفروض المزارع حتى سياره يوفرون له. صح. المفروض هسه بكل دول العالم حتى سياره. لا عندكم بالاسكندريه مال المكان الزراعي؟ اي والله موجود. الشركه اي مو الشركه العامه مال صح اصلا مترابات نايمات هناك ضامنين ل 2050 2060 ان شاء الله تلحق عليها. اي بركه الله والله عمرك يصير 90 سنه. اي يعني ضامنين بركه الله يعني حتى والله وصفاتي يطلعون قبل الختام قدامه بين فتره. احنا برنامجنا البرنامج الزراعي تقريبا الوحيد بالقنوات الفضائيه ارض السواد. برنامج ارض السواد ف علي اليوم مثلا عندنا وزير زراعه جديد وعندنا رئيس وزراء جديد والله نتأمل. وعندنا وزير نتأمل موارد مائيه جديد. شو تحب توجههم كل شيء تطلب منهم؟ والله نطلب من عندهم دعم للزراعه يعني هو هذا دخل لهم يعني هو دخل لهم ايش قد مبالغ جاي تطلع للخارج للاسف بين بين بذور واسمده ومستورد يعني كانه عمله صعبه قاعد تطلع. ايه جاي تطلع ملايين الدنانير مليارات الدولارات والله العظيم يعني للأسف. قلت كان الكيلو مال البذره اذا تجمع المغلفات المغلف 8 غرام مال باذنجان اذا تجمع لك فد كيلو يطلع ب 40 الف دولار 50 الف دولار يعني هاي الكيلو الواحد زين. كل التحيه والشكر لحضرتك على كل هذه المعلومات واحنا فرحانين اليوم موجودين بهاي الارض الجميله. والله جواد خبر ربي يخليك والله العظيم ربي يوفقك وان شاء الله نجيك سنه اللوخ ان شاء هاي الله السبعة صارت 14 ان شاء الله تلقيهن طورا بعد ربي يخليك ممنون والله منك يصير. الله يخليك الله يحفظك استاذ. انت من هاي المنطقة؟ ان شاء الله من هاي المنطقة. يا مواليد؟ انا مواليد 2004. حلو لما نلتقي بشباب مهتم بشان الزراعي وهاي الامور. رحم الله والديك. طالب لو تشتغل؟ احنا اعتمدنا انا بطلت من الدراسة فاعتمدت على الزراعة. اي. ويا ابوي اعتمدنا نزرع ونفلح حتى شنو نوفر مصدر دخل. اكيد. لان باعتبار الزراعة مصدر دخل مهم للفرد العراقي والمجتمع العراقي. أكيد. فكل الأشياء حاليا تعتمد على شيء اللي هو مصدر المياه. الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. صح. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فإحنا نعتمد على الزراعة بما أنه إحنا منطقة ريفية زراعية مهمة. فعدمة الزراعة منطقتنا بسبب عدم وفرة المياه. فاحنا قلنا يعني قليله لو ماكو اصلا المياه يعني انعدمت شبه اللي انعدمت بمنطقتنا. من يا سنه تقريبا بدا هذا تقريبا الجميع. بدت من سنه 2018 فالزراعه كلش انعدمت عندنا ما صارت بها اهميه ما حد قام يهتم لها بعدم وجود المياه. انت قلت لي ارض والدك ايش قد مساحتها تشتغلون بها؟ تقريبا 20 دونم تقريبا. هسه انتهت انتهت ما زارعين هسه ما ابد ما زارعين ما يوصل لها مي. ماكو مي نهائيا ماكو مي. قبل كنتوا شو تزرعوها؟ كنا نزرع شعير وحنطه ويعني ارض خير نعم. نزرع بها. قلت لك مشكله مشروع مياه ما اشرح لي اياه لان انا مشروع المياه مجمع الهميسانيه. هذا مجمع الهميسانيه معتمده عليه ثلاث مناطق ايه. حقانيه الاولى والثانيه وقوام النبي الله ايوب معتمد نعم. علي ف النبي ايوب مو البابل ولا النجف؟ لا البابل بابل البابل نعم. بصفنا ايه. هي هاي المنطقه فهذا المجمع الماي مجمع ماي ساله يعتمد على مشروع الهميسانيه فالمي انعدمت بالهميسانيه فالعالم يعني قامت تشتري المي مشترى وما يلحق عليها ماكو مصدر ماي قام يشتروه قام يشترونه بسبب عدم وجود المياه. نعم. قام يشترون المياه. زين حسين اذا موضوع مياه نحكي قبل قليل صورنا بالحقانيه الاولى. نعم. ويا شخص اسمه علي الخفاجي.
مسوي بيوت بلاستيكيه ويعتمد على المياه بالتنقيط، طرق الري الحديث يصوحوا له. اي نعم. ليش هاي المنطقه ما تستخدم هيك امور؟ تقريبا التطور بهاي المنطقه مو كلش قوي. تكلفته عاليه؟ تكلفته عاليه، اقول لك احنا معتمدين على الزراعه. صحيح. احنا هنا كلنا معتمدين على الزراعه، اذا ما انا ازرع شعير وازرع حنطه وازرع المصدر المهم الدخل اللي هي يصير قوي، شلون راح اقدر اسوي التنقيط وهاي المشروع اللي قلت لي عليه، شلون راح اقدر اسوي؟ ما اقدر اسوي. انا لو قبل سنه زارع وموفر حنطه وشعير واصدر للدوله، بما انه هو مصدر دخل مهم للدوله. صحيح. الشعير ولا الحنطه؟ طاقه تومينيه، طاقه بكل شيء، طحين. ليش احنا قبل سنه متنا جوع، ماكو طحين، ماكو، صعد ب 55,000. صح. ليش؟ بسبب ماكو مي. ف يعني احنا ما حد مرنا، وهواي من اعضاء البرلمان وغيرهم مروا على منطقتنا قبل الانتخابات. قبل الانتخابات اكيد، هذه الواقع كله احنا نعرفه. نعرف. فوعود ووعود كاذبه كثيره، ما حصلنا من عندهم شيء. مروا علينا وراح نوفر لكم مصدر ماي ودخل وما اعرف شنو ما اعرف شنو، الان الله وفقهم صعدوا. زين، هسه انت واخوتك ووالدك كنتوا تشتغلون بالزراعه. اي. لما انتهت ارضكم ومي ما وصل الها، طبعا حبيت المشاهدين ملاحظه، احنا هنا لسه نصور مو بارضهم، يعني بارض احد اقاربهم اللي واصل لها مي. صح. لا اصلا ما واصلها مي، هاي من المطر. هاي من المطر. من المطر الحمد لله والشكر. اي، من ارض ابو ثار، يعني مو ارضهم، ارضهم قبل ما مزروعه. يعني السؤال، يعني انت واخوتك ووالدك هسه شنو دخلكم من مين؟ عيشتكم من مين؟ دخلنا، انا اقول لك اخوي عاف الزراعه بعد. جيش. ما هسه قام يشتغل نجاره ويا جماعتنا منه، نجار. اي. وانا رجعت للدراسه. يعني وين اروح؟ بالنسبه لابوي هم اكو ايجابيه شويه، هم راح رجعت للدراسه. والله شوف، مو احنا هنا مو كلش اقول لك يعني بالدراسه، يعني للاسف ما مهتمين بالدراسه. بالضبط. نحكيها الصراحه. بالضبط تقريبا. يعني مو ما مهتمين، عندنا لا، عندنا خير من الله، واصلين محامات و ممتاز، خير من الله. مدارسكم يعني قريبه عليكم لو بيها؟ لا قريبه، بالحقانيه الثانيه مدرستنا. ممتاز. ممتازه. اي قصدك انت يعني الاهتمام مو 100% بالدراسه؟ يعني تقريبا، تقريبا مو الكل، اللي معتمدين على الارض الزراعيه. ايه. ما مهتمين بالدراسه، انا اعطيك اياها هيك. اللي مهتم بالارض الزراعيه مالته ومهتم بقاعه. شوف بالمثينات نهتم. ما يقدر. اذا هو عنده 20 دونم مثلا، اجى يريد يزرع، يلحق يقرا لو يلحق يزرع؟ ما يعني يوازن يعني. ما يقدر يوازن. هواي نعرف فلاحين، يعني انا شفت مره بمواقع التواصل الاجتماعي طالب الطب وهي فلاحة. بالضبط. صحيح. شايف هذا الفيديو؟ أنا شايفه، شايف هذا اللي يمشي 3 كيلوات على مود يروح المدرسة. صحيح. اطلع أول على العراق هو فلاح. صحيح، بس مو الكل. ايه. مو الكل يقدر يجيبها. نعم. احنا وعينا على قاع وزرع. وزرع. فأنا ما أقدر يعني، شلون تقول يجي واحد ما يقدر. أخوتك الباقيين زي يشتغلون؟ أنا عندي أخ واحد بس. أخ الوالد. ايه. شلون رزقه مين؟ الوالد يعني نقدر نقول معتمد على الأرض الزراعية. بس مو دخل، بس دخلها يعني كلش ضعيف، يعني مو خير من الله، دخل يعني ضعيف ومتوازن. يمكن من راحة القاع والمي قليل يمكن حتى يصير عصبي عليكم مرات. لا لا هو طيب. والله زين، يعني ربي يحفظه ويخليه. يعني اليوم انت اليوم كشاب عراقي وكطالب، واقول عليك فلاح ايضا، مو مزارع، مجتهد، تريد تزرع، تريد شو تطالب اليوم الحكومة العراقية الجديدة؟ شو تطالب اليوم وزير زراعة عندنا جديد؟ شو تريد منهم؟ احنا نطالب أهم شيء مصدر المياه. احنا نقدر نوفر كل شيء، بس نريد المي. يعني احنا جفت حتى البرايم عندنا، برايم الآبار جفت. ماكو بعد. جميل. ماكو. نريد من الله ومن عندهم بس شوية يعني. فد نظرة، احنا طبعا تشرفنا بكم، أول ناس تجونا أنتم. ربي يخليك. طبعا نشكر قناتكم ونشكر برنامجكم أرض السواد. هذا مربى. أول برنامج يمرنا، فاحنا أهم شيء عندنا هنا مصدر المياه، محتاجينه كلش. كلش محتاجينه، لأن معتمدين عليه تقريبا بنسبة 95% معتمدين. أمور احنا أخرى كأسمدة وغيرها وغيرها. والله الأسمدة يعني مثل ما قال عم أبو ثار صعدت. وصارت غالية، فصعب توفيرها. نحتاج من عندهم يعني تقليل الأسعار، حتى احنا مو انه هو مصدر دخل، انه مصدر دخل إلهم يفيدهم. صح صح.
الزراعه مصدر دخل لنا، اول ما استورد اطلع عملت الصعبه وهذه الامور، فشوي قللوا لنا الاسعار، شويه نظره على الاسعار ومصدر مياه واسمده، احنا يمنا يصير كل شيء، احنا ظل يمنا الباقي. كل التحيه والشكر لك. الله يسلمك. وكلامك كان حقيقه من قلب الواقع، الله ومن ارض الواقع. اليوم تكلمت انت بصوت الفلاح العراقي، شكرا جزيلا. الله يسلمك سعد رحمه الله، الله يحفظك رحمه الله دي. حياتنا لك، صحتك شلونك؟ الله يسلمك. امورك؟ والله الحمد لله. يعني سالنا احنا بالحقانيه الثانيه، قلنا نريد فلاح معروف ويتحب بالزراعه، قالوا يا ابو ثار. نعم الله يسلمك. صحتك شلونها امورك؟ اهلا وسهلا بكم. اخبارك؟ والله الحمد لله انت طيبين. الزراعه شلونها؟ والله الزراعه لو كان مو نوعيه البذور والكيماء والمي، الزراعه زينه. ليش الساعه نعتبرها مو زينه؟ نحن هسه الحاليه مو زينه. ليش مو زين؟ مو زين بسط المي، اهم شيء اساس المي، يعني السماد انت تقول له عدل هذا السماد الابيض 120,000 دينار وزنه. الداب 200,000 دينار. اها. اي والله. ايش قد كان سعره؟ يعني سعره هو من كان بيش كان؟ كانت الوزنه بيش ب 10,000، صارت ب 25، صارت ب 50، اما يخالف هسه 120,000 دينار. يعني زاد اربع اضعاف. اربع اضعاف زاد. زين. تجي للبذور، ما نطيق ليش البذور. المطلوبة أي. هاي واحد. اثنين نجي للمي، الشيء الاساس هو للحياة الفلاح المي. صحيح. صيفي او شتائي. صح. الفلاح وش عنده غير صدوي وشد الشتوي يزرع الحنطة والشعير والباقلة والشلغم والشوانذار والسليق والباقلة والكذا، زراعة الشتاء. هاي الزراعة الشتوية. هاي الزراعة الشتوية. اي. نجي للصيف، الصيف يعني تعرف انت باذنجان، طماطم، خيار، باقلة، لوبيا، من هاي الانواع. الفلاح هو مهنته هاي. زين اذا ما عنده ماي هاي بيش يزرع؟ شلون يزرع؟ ذي يعني ذاك الموسم الصيفي والقبل الشتوي والقبله والقبله ماكو، كان ماكو ماي، ماكو زرعته واي صيف ما يزرع، ما زرعنا اي شيء ما زرعنا. زين هسه المشاهد يشوف اكو خضار ما شاء الله. المشاهد يشوف الخضار هذا، يانا يعني جتنا ميه الساعه بشهر 11، شهر 11 اجتنا ميه تجينا بالليل والصبح ترجع. لا اكو الزور غاد من عندنا او يجوا يجوا هنا داخلين على نظام المراشنه. هنا من نظامنا مو مراشل. لا شنو؟ نظامنا الان هذا الروائي بدايته من مشريه، المشريه انت ما واصل يمكن سدره. ما واصل. ما واصل. سدره تقريبا 12 كيلو بعد هي من السدره. اي اي. وتجي تطلع تعبر الشارع. هذا الشارع. هذا الشارع تعبر اللي هناك. هذا شو المراحل؟ هذا اللي يجي هو على يبلل لوح، يطيني له هو يبلل مالاته. عود هذا شويه الله يهدى ترشد روحه وانطاه شوي لصاحبه لما تصق لنا بشهر 11 جتنا ميه. شهر 11؟ اي شهر 11. لا شوف ذن البرسيمات او شوف ذن الجتات او ذن الشعلات، هاي البريمه موجوده على البريمه على البنزين. فادتكم المطره صارت؟ المطره خير من الله فات. طبعا فاتتنا المطره. المطره اول وحده دفى، ثاني زرعنا وعليها، ثاني عباره سقي المطر. يعني هسه هاي الفتره نقدر نقول الامطار زين. لا الامطار زينه الحمد لله. زين رحمه راوس حاليا زين. بس هو ما انا اقول لك يعني من نص بدايه الصيف وقبل الصيف الى شهر 11 احنا لا مطر ولا مي. زين ابو ثار هي هاي المنطقه الحقانيه الثانيه. هاي المنطقه الحقانيه الثانيه. احنا كنا بالحقانيه الاولى. احنا كنا حقانيه بس حقانيه اولى وحقانيه ثانيه، ذيش الاولى هاي الثانيه. نعم، الحقانيه الثانيه المي اعتمادهم من مين؟ المي هم منهم من نفس هذا الوادي. هاي نهر دجله والفرات. من هذا بس اكو فرع شاخه تطلع عليهم. هم من هذا، هم من الرواه هذا. هذا الرواي. هذا الرواي، هذا الرواي يجي على ذيك صفحة أبو زوية صحولة. إي. وصفحة الحقانية. الحقانية منطقتين عليها. إي. تعبر النوب وين لهناك، تعبر الشارع اللي هم ثانية صحولة. يعني بزمن الشحة ما يكفي. إذا ما الشحة ما ماكو ما يوصل. هو من الشحة هنا ما يوصل، مو يوصل لهناك. لا الحقانية. عيشتكم شلون؟ هسه أنت أبو ثار، أنت معتمد على الزراعة. نعم. إذا مي ماكو زراعة ماكو، عيشتك اليومية شلون؟ والله تعبة، صعبة كل الصعبة. صعبة. عندك وارد ثاني؟ لا والله أكي وارد ما غير الله والفلاح. لا راتب ولا زايد ولا ناقص. انت من ياسنا بهاي المنطقة؟ هاي بهاي السنة انا ولدت هنا 61. هاي انت من قبل هنا؟ نعم من ابا وجد انا هنا. هنا
قبل شلون كانت الزراعة هنا؟ كانت الزراعة هنا بالسبعينات بالثمانينات. الزراعة كانت المي متوفر، السماد متوفر، البذور متوفي، الشي كل شيء مناسب ومتوفر. هاي كان ماكو مطر، هاي كلها مطارات ماكو سيح. هاي احكي لك هاي بالثمانينات، هاي كلها سيح، ماكو مطر، ماكو على الاطلاق. الصبعتين ماكو مطر، كلها سيح. زين ابو ثار، مو اكو جمعيات فلاحيه؟ اكو جمعيات فلاحيه وجمعيه الفلاحيه، اكو جمعيات فلاحيه، بس من مرك على رئيس جمعيه او اتحاد او مسؤول من الزراعه قال ابي شنو محتاجين اشوف ابد ما اريدكم؟ حرام ما حد يصل والله. يعني مدير زراعه بابل وزير وصل شاف شكو ما وقال لك ماي ماكو، يا ما شكوات المدير، يا ما شكوات الكذا للزراعه الكذا. نعم، هسه انت بهاي الارض مالتك كم دونم؟ هاي مالتي هي هاي 13 دونم، بس بيحنا شراكه ثلاث اخوان. ثلاث اخوان، شو تزرعون بيها؟ هسه احنا نشوف ايش بيها، بيها بقلايات، بيها بيها شعيرات، بيها جتات، بيها حنطات. يعني منوحه. منوحه، لان هي احنا ثلاثه ولا 13؟ يعني قسمها على ثلاثه. مو؟ لو روح لحسين يعني مثل ما تقول كحديقه. والله صحيح. لو روح لحسين كحديقه. ايه ايه ايه. مو كنت تقول السنه عبر هناك للجبل امامي غادي عندهم 40 50 دونم. شويه يعني تكفي. لا لا عندهم مسحه. الان هنا هذه ليش يقعنا صارت ايش ضيقه؟ من في زمان ملاليش. سنه هنا وسنه بغير مكان، الان تعرف ملاليش. صحيح. فمن ضربت الجمهوريه احنا بهاي الدار. بزمن عبد الكريم قاسم. بزمان عبد الكريم ضربت الجمهوريه احنا بهاي الدار. ايه. هل هواي بعد ما حد مشى كنا نضرب مكانه. فهمتك. يعني قبل كان القطاع مسيطر. كان القطاع مسيطر، ايه. من سيطر المقطاع، سنه هاي يوم ذاك، سنه يوم هذا، سنه يعني ماكو سنه هو فلاح يبقى بسنته مكانه. فهمتك، يتنقل الفلاح. يتنقل الفلاح. مثل البدو. عند هذا عند هذا الملاش او عند ذاك السركال، عند هذا كذا، بس مثل الجمهوريه ضربت كل من بقى مكانه. رجع عبد الكريم قاسم. رجع عبد الكريم قاسم. سوى اصلاح زراعي. صارت الجمهوريه، سوى اصلاح زراعي، اسمع يا اخوي. وظل كل من في مكان. ايش قد نطاكم عبد الكريم؟ هي انطانا ونصار بالسبعينات قطعه 13 دونم للفلاح الواحد. للفلاح الواحد قطعه 13. انت معك هذا القانون؟ نعم. هذا القانون زين مال الاصلاح الزراعي؟ هذا مال الاصلاح الزراعي زين، ما هو بس هو ال 13 دونم صار بيها ثلاثه وبصير بيها 20. يعني يزوجون يخوفون تكثر العالم. لا عاد هاي ال 13 الوالد مو لي بس مالي. هاي عمي 13 وابوي 13. هاي احنا كانت هم سحولة فدان قبل. ايه. فدان. اخوان بي اثنين، واحد في كل زمان ملاليك. ايه. واحد سحولة حشري، واحد سحولة كارو فلاح. ايه. شلون مضربة جي مضربة مكانهم. كل واحد عنده فسخ. من جت الاصلاح الزراعي وسواها اصلاح زراعي. ايه. قسموها على الفلاليح، اهل المنطقة اللي بيها، كل من قاعد يابا كم دونم؟ هي زرعها عنده 13 دونم قطعة لك باسمك، هاي بيها سند. حلو. شفت شلون؟ زين بس انت شنو سند اصلاح زراعي؟ يعني خاضع للدوله. خاضع للدوله؟ خاضع للدوله، اصلاح زراعي الان. يعني هي الدوله اعطتكم اياها. شفت شلون؟ نعم. في بقوا نبيها وضعت هالمساله هاي من ذاك لهذا اليوم، ذاك اليوم لهذا اليوم. ابو ثار من يساعدك بالزراعه؟ والله يسعد الولد ما شاء الله. ولدك و ولدي كلهم يساعدوك. الان الحمد خير من الله، ولدي ما شاء الله 10. الحمد لله وشكرا، ربي يحفظهم. ما ادري احنا نسمع اثنين زين يصير. الزوجه ما شاء الله من زوجين سبعه ولا اربعه هنا يمي. هاي هذا الجيش كله بال 13 دونه. 13 دونه. اها. اي والله. يوم يوم بعد يوم بعد. يعني قلت لهم ولا ديران ما اسوي لكم. اها. هسه ما شاء الله من زوجين سبعه وبعد ثلاثه. ثلاثه هم هذول هم يريدون. زوج ثلاثه ما نعطيهم دينار بعد، بس ولا اربعه نعطيهم دينار، والله ما قلت ولا ديران نعطيكم اياها، اقول وين وين يعيش يعني هم يشترون عماله هسه بيومي. كم واحد يشتغل عماله؟ والله يشتغل سبعه يشتغلون العماله. يوم يشتغل يوم ما يشتغل. اها هاي لو اكو داعم وهاي كان ما اشتغلوا عمه. لا لو شغلوا عنده وسعه. لو عنده وسعه ماكو كان لازم سيره ابوه سيره جده سيره كذا. بس ماكو. نرجع على موضوع الدعم ابو ثار. نعم. الدعم. يعني السماد تقول لي مرتفع. اي والله مرتفع 120. داب الابيض وغيره. نعم من هذا نعم الموضوع. نعم نعم مرتفع. شو الطالب اليوم الحكومه؟ شو الطالب وزاره الزراعه؟ نطالب اليوم توفير اول شيء الاساس نطالب به توفير المويه. المي. اول شيء المي. الاساس هو الاساس الغذاء الرئيسي للفلاح المي. صح. الثانية ايه الكيماوي. كيماوي. الكيماوي هسه لما يجيب الوزنه 120 الف دينار، الحنطة تبيش الحنطة. العام الكيماوي ب 60 وب 70 الحنطة ب 40. تسوق؟ والله العظيم اي اسوق. للسايلو. للدولة السايلو. العام ايش قد كم طن تقريبا؟ سويت العام سوقت طنين. بس؟ اي بس طنين. لا شو اسوي بيه؟ احنا ايش قد زارعين هنا؟ مشارتين ونص. الله اكبر.
مليون هسه انا البيد هاي بيد احنا ذولا اولادي انا وياهم عندنا 6 دوانم. الدونم ايش قد ينتج؟ الدونم انتاجه ورا خدمته. صحيح، لازم اذا خدمته زين يطلع انتاجه زين. لا تخدمه بسماد. اي. بذوره شغلته مضبوطه طن حتى الدونم يذب طنيه. هسه احساسك هذا الموسم الدونم ايش قد راح يذب لك؟ والله يم الله، لانك ما لحد الان كيما ولا جايبين ولا ذا بالله 120 ما اقدر اشتري 120. ايش قد يكفيك 6 دوانم؟ والله الدوانم انا اذب للدونم اذب له وزنتين. 200 اذب له ذبتين. اذب له 120 يعني يحتاج لك 240. 240 للدونم. للدونم الواحد. الدونم الواحد 240، اذب له قبل ما يفلت يصير بطان بعد شوي كلها زين ذبيت ذبه. هسه زين زرعها بس هو شنو القاع تعبت لا سنه على سنه ورز 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 ورز. صحيح لازم تتعب القاع تتعب القاع. شو تريد لازم دعم كيماو. اكو عندنا هسه هاي. ايه. ها شوف منا من ليش انخلى لما انتصر راس البيوت الشقه بها 4 مشاير. اي. عبن ماكو كيماوي 4 مشاير لازم بطن وشويه. عبن ماكو على طن وشويه. طن وشويه. عبن شنو كيماوي؟ الخضار الزارعي وغيره قاعد يستوقون به العلوه. العلوه وين مديحني؟ اسعار زينه لو مرات والله اسعار العلوه بالنسبه للمخضر وهل نسوقها؟ شلون عرضوا طلب؟ صار هوايه نزل. صار قليل يصعد. هسه شلون السعر؟ هسه لا السعر زرع زين. نعم. زين. بس تحتاج شوي. بس ولا ترجع لا ترجع مسد مصاريفه. خساره. السنة. خساره. هسه قاعد الحين زين السنه الحين صعدنا اياها هسه سوى ب 700 بعدين سواها ب 800. زين 800. زين عم نعمه نعمه. بس لو وياها دعم كان كل الزين. لو وياها دعم كل الزين خير من الله. بس هسه بشرفك هسه لازم تجيب لي انه عندها السنه حنطان مسوي 3 دوانم. اي. حنطات 3 دنانم ما خليت لا شعير ولا عبد 3 دنانم خليت حنطات الحنطات هاي شو يرد لها؟ 6 وزنات احسبها 6 وزنات على 220 على 120 120 لا بروح السنة 6 وزنات تقريبا 720 تمام يا ولا 720 بس كيماو زين سقينا احنا موتور ماكو شيء غاز ودهن وتعمير هاي هم ماشي صحيح وثالثه وعلى علي اهم شيء واساسه هو المي المي اي والله المهم نعالج من المي الله يساعدكم والله الماء عنده يتدين المكاتب الزراعيه عنده عنده دابه يبيعها ويبيعها كيمات لان خو ما يخلي عندنا حرامات تعب سنه والله يساعدكم تعب سنه الله يساعدكم زين ولاكم مصدر لا مثلا تقول عنده وظيفه لا تقول عنده راتب لا عنده تيار لا عنده متحرك على الله والفلاح هاي شغله الفلاح كل التحيه والشكر لك الله يسلمك ربي يحفظك الله يسلمك ويحفظك الله واهلا وسهلا بكم تشرفنا احنا انتم الشرف احنا الشرف من انسان يجي ويسال على حالك احنا هاي نعمه احنا بخدمتكم وانتم مشكورين وخادم ربك يا رب صوتك يوصل ورحم الله والديكم ورحم الله والديكم الله يخليك واحنا اللي نترجى شوي انت الله الماي الماي ان شاء الله اي والله
الصحة والخير والعافية.